تعد البطاقات الحمراء التي يحصل عليها حراس المرمى الأكثر ضرراً للفريق، خاصة وأنها تجبر الفريق على إكمال المباراة بنقص عددي، إلى جانب تبديل اضطراري للدفع بالحارس البديل. وفي هذا الفيديو نشاهد سوياً أغرب 10 بطاقات حمراء حصل عليها حراس المرمى. لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم جديدنا أولاً بأول. تصرف غريب لهذا الحارس الذي يقوم بركل الكرة ومن ثم ضرب منافسه بطريقة بهلوانية لينال على إثرها البطاقة الحمراء. يريد الحارس إظهار موهبته في مداعبة الكرة، لكنها تنقلب على رأسه بعدما نال البطاقة الحمراء إثر لمسه للكرة بيده خارج منطقة الجزاء. حالة السرحان جعلت هذا الحارس يلامس الكرة خارج منطقة الجزاء ويطرد على إثرها مباشرة. الحارس برافو طرد من مباراة فريقه مانشستر سيتي وبرشلونة بعدما تصدى بيده لكرة سواريز من خارج الصندوق. خرج الحارس المخضرم بوفون عن شعوره بعد احتساب ركلة جزاء على يوفنتوس في اللحظات الأخيرة في مباراة فريقه أمام ريال مدريد، ليعترض بقوة على الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجهه. الحارس الأرجنتيني روميرو لم يتمكن من الحفاظ على تواجده داخل منطقة الجزاء ليتصدى للكرة بعد اجتيازه الخط ويحصل على البطاقة الحمراء. أوليفر كان حارس بايرن ميونخ الأسطوري لم يفرق بين حماية مرماه والتسجيل في مرمى الخصم بعدما قام بوضع الكرة في المرمى بيديه ويغادر المباراة مطرودا. محاولة من هذا الحارس لخداع الحكم بالإمساك بالكرة والقفز داخل منطقة الجزاء، لكنه لا يفلت من قرار الحكم الذي يشهر بطاقة حمراء. لقطة تاريخية بطلها الحارس الألماني ليمان الذي طرد من نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 الذي جمع برشلونة وأرسنال ليكون أول لاعب يطرد في نهائي دوري الأبطال. لقطة مضحكة من هذا الحارس الذي يتصدى للكرة من خارج صندوق الجزاء ويتجه مباشرة لمغادرة الملعب حتى قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء.